صنعاء تعلن خطوة شجاعة قام بها الوفد السعودي وتقول إن شروطها لم تتغير. تفاصيل عاجلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ردت صنعاء رسميا اليوم على تصريحات السفير السعودي الأخيرة التي حاول تقديم بلاده كوسيط في السلام لا كطرف أساسي في الحرب على اليمن. وأقل نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن ونائب رئيس وفدها المفاوض الفريق الركن جلال الرويشان خلال تصريحات لقناة المسيرة إن الوساطة العمانية واضحة في طريق السلام ويشكرون عليها. ومن الغريب أن يتقمص الوفد السعودي دور الوسيط في تأكيد على موقف في صنعاء من وقت تقديم المملكة نفسها كوسيط في عملية السلام الجارية. وجاءت تصريحات الرويشان ردا على تصريحات السفير السعودي محمد الجابر الذي وصل على رأس وفد سعودي لتفاوض مع صنعاء وحاول من خلالها تقديم المملكة كطرف وسيط إلى جانب الوفد العماني الوسيط وهو ما قبل بسخط شعبي واسع في صنعاء. وأكد الرويشان أن شروط صنعاء للسلام واضحة ولا تحتاج لحوارات مكوكية وهي تتلخص في حقوق عادلة ومشروعة وهي استحقاقات إنسانية، مجددا تأكيده بأنها لن تتغير ولن تتبدل. ونحن اعتبرنا حضور الوفد السعودي إلى صنعاء خطوة شجاعة وعليه الاعتراف بالعدوان على حد تعبيره. ولفت إلى أن قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي وضع موجهات واضحة للسلام ولا تحتاج للكثير من الحوارات، واعتبر أنه كان من المفترض أن تستغل دول العدوان دول التحالف فرصة فتح صنعاء لبابها للتباحث في مسألة السلام، معتبرا أن التفاوض لوقف العدوان ورفع الحصار مسائل لابد أن تناقش مع دول التحالف. وبشأن يخص الحوار والتفاوض مع اليمنيين، أكد الرويشان أن الحل السياسي في اليمن يخص اليمنيين وحدهم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.